أسباب تأديبية والبحث على عبد القادر ضو منذ البداية اللعب السابق للنجم الرياضي الخلادي إلى حد الآن منح الإضافة في وسط الميدان وهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى وسجل الهدف الوحيد في المباراة الأخيرة السبت الماضي في ملعب عبد العزيز شتيوي بالمرسى أمام فريق الأولمبي الباجي والترجي بحلول مغايرة لمباراة الأسبوع الماضي. نبيل تاسكو مع دريس المحيرسي يوسف البليلي وهيثم الجويني. بالطبيعة نحن شفنا معناتها المقابلة هذه معناتها خاصة نتصور أنه المدرب نبيل معلول باش يعطيها قيمة كبيرة لأنه يحب يسترجع ويحب يأكد معناتها أول حاجة الفرصة اللي أعطاها للشبان بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وكذلك معناتها اللي كسب نقاط المباراة هذه حتى تكون المرحلة الأولى منتهية معناتها في المرتبة الأولى. صحيح والكرة الأولى على مستوى القائم الأول كذلك تشريك كريم العواضي كأساسي حسين الراقد على بنك الاحتياط والدوليين اللي باش يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي يوم 26 ديسمبر بتبع التزامات المنتخب التونسي والتربصات الخليجية قبل النهائيات الأفريقية في جنوب أفريقيا. المستقبل الرياضي بالمرسى والتصويبة الأولى لكن بعيدة والتماس للترجي الرياضي التونسي والكرة الأخيرة كانت خارج الميدان وستة أمتار وكانت بتبع بعيدة على مرمى الحارس معز بن شريفية ثم الشاكر الزواغي مباشرة إلى وليد الهيشري. وليد الهيشري تم اختياره في المنتخب الأفريقي والجوائز الخاصة الأفريقية في أكرا يوم الخميس. تم اختيار وليد الهيشري في المجموعة الخاصة بالمنتخب الأفريقي اللي فيها لاعبين كبار كيما يايا توري يوسف البليلي والتغطية من أبو بكر تومبادو والترجي في الهجوم لكن المحاولات في عكس الهجوم من جانب الورتاني وكذلك أبو بكر تومبادو كما ذكرنا ثنائي أفريقي في وسط ميدان المستقبل الرياضي بالمرسى متكون من محمد شيكوتو كذلك بابا كوامي والحلول الهجومية مع عبد القادر ذو وأيضا نبيل المساوي رقم 30 اللي سجل لحد الآن 3 أهداف والحوار داخل المباراة مع هدف ترجي حاليا هيثم الجويني. وليد الهيشري منذ 2010 في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي تم اختيار كذلك نبيل نذكره يايا توري متوسط ميدان مانشستر سيتي في البريمير ليج كأحسن لاعب أفريقي ينشط خارج أفريقيا المنتخب الزامبي كأحسن منتخب. ودريس المحيرسي بعد تمهيد من سامح الدربالي التوزيعة والبحث على يوسف البليلي تقريبا الدقيقة الثالثة والترجي يهدد مرمى الحارس الجبالي والمطالب بضربة جزاء والتصويبة والحارس زياد الجبالي متألق حارس المستقبل الرياضي بالمرسى يفسخ أول هدف في هذه المباراة أريسون أفول ثم شاكر الزواغي ثم خالد المولي إلى سامح الدربالي ترجي منذ البداية نبيل في مناطق المستقبل الرياضي بالمرسى. هذا اللي قلناه معناتها ردة فعل الترجي الرياضي التونسي كيفاش باش تكون؟ أود معناتها أنه منذ البداية حاول الترجي باش يضغط باش يسجل في أقل وقت ممكن حتى يسترجع الثقة ويسترجع معناتها جمالية اللعب نتاعو. صحيح والتركيز على يوسف البليلي إدريس المحيرسي وكذلك هيثم الجويني الكرة مباشرة لشاكر الزواغي التمهيد من الجهة اليسرى لأريسون أفول والتصويبة ممتازة جدا وتألق من جديد الحارس زيد الجبالي أمام إدريس المحيرسي كرة ممتازة من إدريس المحيرسي بروميير انتونسيون كما يقال في لغة كرة القدم وتألق للحارس زيد الجبالي. إذا هذه العمليات تخلينا نتكهن بمستوى ممتاز في هذه المباراة محاولة الخروج من مناطقه بالنسبة لعبد القادر ذو مباشرة إلى وليد الهيشري. وليد الهيشري إذا كرة أولى وكرة ثانية وكان في المكان المناسب حارس المستقبل الرياضي بالمرسى والنية واضحة من جانب الترجي للتسجيل مقابل الحلول معروفة من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى هيثم الجويني. هيثم الجويني أمام كوامي هيثم الجويني تبقى الكرة للترجي الرياضي التونسي والبحث على التوزيع كرة ما توصلش إلى يوسف البليلي وخروج بصعوبة بالنسبة لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى ثم مهدي الورتاني كذلك فادي الحميسي وأيضا بوبكر تومبادو
اللي رجع الكرة لوليد الهجري مباشرة والتسلل. التسلل ضد الخط الأمامي للترجي الرياضي التونسي بعد كرات تنب باهتزاز الشباك، وأمامكم هيثم الجويني المهاجم الهدف للترجي. قلنا نحن من الاول لازم الترجي الرياضي التونسي يحب يسجل في اقل وقت ممكن حتى يسترجع الثقه في اللاعبين نتاعو، وكذلك معناتها بالنسبه للمستقبل هذه المرسى اظن انه معناتها توخى طريقه دفاعيه حتى معناتها يستغل معناتها المساحات القداميه، لذلك ثم عبد في زوز فرص لو معناتها تدخل للحارس الجبالي كان لو كان الترجي الرياضي التونسي معناتها منتصر. صحيح، والكره لمحمد بن منصور ثم الشاكر الزواغي. الترجي اللي كان على ميدان وحقق انتصارات امام الترجي الجرزيسي كذلك فريق اولمبيك الكاف وايضا شبيبه القيروان من جانب مستقبل رياضي بالمرسى، كانت زوز هزائم خارج الميدان هنا في رادس امام النادي الافريقي كان هدف وحيد من نبيل المساوي، كذلك انهزم امام النادي الرياضي البنزرتي وحقق انتصار وحيد خارج الميدان في جرزيس بعد تعادل على ميدانه أمام فريق شبيبة القيروان. إذا هذه هي المعطيات الخاصة بالأرقام لمسيرة الفريقين. إدريس المحيرسي من جديد التصويبة كان سجل هدف ممتاز أكيد تتذكر ذلك نبيل، والكرة الأخيرة اللي اصطدمت في محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى وطلب الكرة الحكم عادل الصغير، ومن جديد الكرة الأخيرة بالنسبة لإدريس المحيرسي كان في موقع معناه أهله باش يحكم على هذه الكرة الأخيرة ضربة جزاء أو لا. الحكم عادل الصغير الحكم الرئيسي اللي كان أدار مباراة الأولمبي البيجي وكذلك النادي الإفريقي، ولانتهت هدف مقابل صفر هدف جابه لتشكيلة المدرب نبيل الكوكي. إذا المحاولة والمخالفة لأبو بكر تومبادو، أبو بكر تومبادو اللاعب السابق للملعب التونسي كانت عنده عروض من فريق المريخ السوداني لكن حسب مسؤولي المستقبل باش يبقى في وسط الميدان من ركائز المدرب جيغاغ بوشير. أبو بكر تومبادو تصدم الكرة بوليد الهيشي ثم الشاكر الزواغي، والاختيارات تؤدي إلى إبقاء حسين الراقد على بنك الاحتياط بالنسبة لوسط الميدان. هيثم الجويني ممتاز يتلعب بمحور الدفاع والركنية، الركنية يبعد على بابا كوامي، كان بعد على بابا كوامي اللي قبل كثار جدل بعد استلام الكرة بيده في مناطق الجزاء، يبعد عليه من جديد والركنية للترجي الرياضي التونسي. أمامكم محمد شيكوتو كذلك، قلنا في غياب يسري التويتي الكرة في المحور وليد الهيشري معروفة تقليدية هذه الركنيات للترجي الرياضي التونسي، وخروج الحارس زياد الجبالي على مستوى القائم الأول كان سجل على هذه الشاكلة أمام ترجي الجرزيسي، ومن جديد التغطية والارتباك في محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى والمتابعة من الدفاع بتبع المستقبل اللي لقى صعوبات حاليا على مستوى الكرات الثابتة للترجي الرياضي التونسي اللي من الأسلحة التقليدية للفريق نبيل المساوي. نبيل المساوي لا وجود لمخالفة ثم سامح الدربالي في التغطية، والترجي نشوفه عن طريق يوسف البليلي والمخالفة. المخالفة للترجي الرياضي التونسي نشوفه من جديد يوسف البليلي أمام مهدي الورتاني. مهدي الورتاني متوسط الميدان تقريبا يعوض في نفس المنطقة بلال بن مسعود المنتقل للنجم الرياضي الساحلي واللي لقى صعوبات اكيد تعرف ذلك للبروز في وسط الميدان في تشكيلة المدرب المنظر الكبير. من جديد إدريس المحيرسي والكرة للمستقبل الرياضي بالمرسى. إذا عبد القادر ضو وسليم المحشبي الظهير الايسر من اللاعبين المعروفين في المستقبل الرياضي بالمرسى، ودائما كانت حوارات شيقه بين الفريقين. الترجي اختصاص الفوز بالبطولات بالنسبه للمستقبل الرياضي بالمرسى، الاختصاص الفوز بالكاس. نبيل المساوي بعيد الكره على نبيل المساوي والكره باش ترجع للترجي الرياضي التونسي. هذا اللاعب نبيل المساوي اللي لعب في عديد الانديه في تونس، نادي الافريقي الاولمبي البيجي، ذكر للحصر كذلك قوافل قفصة. التوزيع من سامح الدربالي هيثم الجويني، الحوار مع بابا كوامي، ابو بكر تومبادو، محمد شيكوتو،
محمد شيكوتو مباشرة، ثم أريسون أفول كذلك نبيل نذكر أنه باش يكون في القائمة الموسعة بالنسبة للمنتخب الغاني اللي باش يحضر النهائية الأفريقية. والمنتخب الغاني أحد منافسي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في التحضيرات المؤدية إلى جنوب أفريقيا، ومجموعة متوازنة، مجموعة صعبة فيها المنتخب الإيفواري، المنتخب التيغولي، وكذلك المنتخب الجزائري المنافس الأول للمنتخب التونسي. ويوسف البليلي تم اختياره أفضل لاعب أمل في الجزائر، كذلك عبد المؤمن جابو أحسن لاعب ينشط في الجزائر، وسفيان فيغولي باش يكون باش يلعب ضد المنتخب التونسي، تم اختياره احسن لاعب جزائري ينشط خارج الجزائر. معروف الفيغولي متوسط ميدان هجومي لفريق فالونس في الاثناء، ترجي ينتهج في دفاع الخط، دفاع متقدم، ونبيل المساوي بالطبع متسلل الى حد الان تقريبا 11 دقيقه في الشوط الاول، والتعادل 0 مقابل 0. عبد الرحمن 11 دقيقه لا برينا لاصرار كبير من لاعبي الترجي الرياضي التونسي على كسب هذه المقابله، نظرا اللي استعملوا برشا معناتها الاطراف من جهه المحيرسي على اليمين وكذلك يوسف البليلي على الجهه اليسار، ثم يقع الاشراك معناتها اللاعب جويني حتى ينجم يكون خطر اللاعب هذا لاعب واعد ولاعب قاعد يعطي قاعد يوري في برشا حاجات باهيه بالنسبه للهجوم نادي الترجي الرياضي التونسي. كره لوليد الهيشري، الوليد الهيشري التوزيع لهيثم الجويني، هيثم الجويني، هيثم الجويني، وضربه جزاء للترجي الرياضي التونسي. ضربة جزاء يصنعها هيثم الجويني، والإشارة من الحكم عادل الصغير، قلنا تنبأ هذه المباراة باهتزاز الشباك وهيثم الجويني، وثم انذار بالنسبة لمحمد شيكوتو، وإعادة من جديد، الكرة الأخيرة والالتحام الأخير، وعادل الصغير قريب ويقر بوجود ضربة جزاء. الترجي الرياضي التونسي في وقت مبكر يتحصل على ضربة جزاء، وأمامكم محمد شيكوتو لاعب من النيجر، وكذلك ينظر من جانب الحكم عادل الصغير، وإمكانية أحداث الفارق لخالد الملهي والترجي الرياضي التونسي تقريبا مع اقترابنا من ربع ساعة الأول للشوط الأول في هذه المباراة رقم 97 بين الفريقين العريقين. اذا الاختصاصي في ضربات الجزاء خالد الملهي، خالد الملهي ويضيع الفرصه، يضيع الفرصه خالد الملهي قائد الترجي الرياضي التونسي، وامكانيه احداث الفارق للترجي الرياضي التونسي بعد ضربه الجزاء اللي تحصل عليها الترجي ونبيل، امكانيه احداث الفارق ضاعت من اقدام خالد الملهي أمام الحارس زياد الجبالي تقريبا في دقيقة 13 لهذه الفترة الأولى. أكيد معطيات باش نكتشفوها مع مرور هذا اللقاء بين الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى. نتصور أنه حتى اللي يطرف فني الترجي التونسي معناتها لو سجلت ضربة الجزاء باش يرتاح أكثر، ومعناتها ينجم يلعب الترجي الرياضي التونسي ويعطي ويقنع بالأداء نتاعو، لكن حسب رأيي باش تصعب شوية المقابلة على لاعب الترجي الرياضي التونسي. صحيح، وكذلك كي ثم اصرار بالنسبه للمستقبل الرياضي بالمرسى. امامكم مهدي الورتاني، الترجي يبحث على الرجوع للهجوم من جديد، الكره كانت من بابا كوامي لسليم المحجبي، عبد القادر ضو من جديد الظهير الايسر للمستقبل الرياضي بالمرسى، المتابعه من ابو بكر طومبادو كان لاعب اساسي في تركيبه وسط الميدان للمستقبل اللي خسر زوز لاعبين بين ظفرين بسام البلعابي، كذلك اللي انتقل للنادي الرياضي السويقسي، والمتابعه من الظهير الايمن للمستقبل كذلك لعب حتى الموسم الفارط اللي هو هشام الجبالي، والحوار داخل المباراه مع يوسف البليلي. هذا ما يخلينا ننتظر برشا من هذا اللقاء بعد ضربة جزاء أولى مهدورة وثم حلول هجومية للفريقين. بالنسبة للترجي إلى حد الآن كان سجل 14 هدف كأحسن خط هجوم، وقبل 5 أهداف بالنسبة للمستقبل 7 أهداف، وقبل 5 أهداف عنده إيجابي 2. هذه هي المعطيات الخاصة بأرقام الفريقين إلى حد الآن في بطولة بشكل جديد كان في هذا الموسم، باش يرجع الموسم المقبل في الشكل العادي باش نرتاحوا. ماك البطوله معناها يتم معناها قطعه في جويلي او ترجع في سبتمبر معناها، ويثر على المنتخب الوطني التونسي سامح الدربالي على مستوى القائمه الاول، والبحث على هيثم الجويني اللي دائما يكون امام الحارس زياد الجبالي.
كرة من جديد بعدها الحارس الأول المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كان في تربص المنتخب التونسي وقت اللي تحول إلى دبي لملاقاة المنتخب المصري. هشام الجبالي الظهير الأيمن إلى زياد الجبالي، كرة لأريسون أفول مرة أخرى. غياب خليل الشمامي خليل يتلفني للترجي، والمدرب نبيل معلول يختار أريسون أفول. ونشوفوا شاكر الزواغي وأريسون أفول اللي في رصيده هدف إلى حد الآن في البطولة. كريم العواضي ثم خالد المولهي إلى سامح الدربالي. سامح الدربالي مباشرة لمعز بن شريفية. معز بن شريفية ما تخلف في الموسم الفارط، كان على مباراة خرج معناها في الشوط الأول من فريق الأولمبي البيجي، وكان عوضه وسيم نوارة. نفس الوضعية، أساسي دائما زياد جبالي من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى. بالنسبة لآخر خمسة مواجهات بين الفريقين، أربع انتصارات وتعادل، هذه الحصيلة أربع انتصارات للترجي الرياضي التونسي اللي عنده أسبقية على مستوى النتائج إلى حد الآن أمام المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يختار الاستمرارية في المقابل على مستوى الإطار الفني مع المدرب الفرنسي جيرار بوشير اللي نذكره كان في مركز تكوين الشبان للترجي، وكذلك كان مدرب في نادي حمام الأنف فترة قصيرة أيضا مع النادي الرياضي البنزرتي. هو مدرب الترجي كان متوسط ميدان، وبالنسبه لبوشير وقت اللي كان لاعب كان قلب هجوم. هذه المعلومات الخاصه بمدرب المستقبل، معناها كان قلب هجوم في فرنسا. الكره مباشره لمعز بن شريفيه ثم محمد بن منصور الى شاكر الزواغي. ايضا المرسى الموسم الفارط بحث على مشاركه افريقية او عربية. محمد التويتي، محمد التويتي البحث على نبيل الميساوي، وثم التألق لمعز بن شريفية اللي غطى على محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. ثم محمد التويتي اليوم اساسي، ويسري التويتي ما يلعبش اليوم على خاطر مصاب، وهو يلعب في محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. هذه المعطيات الخاصة التكتيكية بالمستقبل والترجي الرياضي التونسي. وامامكم فادي الحميسي اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي، الى حد الان معناها هجمات محتشمه بالنسبه للمستقبل. نفس الكلام اللي قلناه، انه معناتها الخطه اللي توخاها المدرب بشار كانت اكثر اللوطه، معناتها ديفونس باب باش يستغل اكثر المساحات، لكن هنا يلزم يقع الارتكاز على زوج مهاجمين حتى يقع المسانده من طرف نبيل المساوي وكذلك فادي الحميسي اللي نجم يمشي اكثر معناتها في الهجوم. صحيح، والموسم الفارط مارينا كان هدف في اخر مباراة في رادس في الوقت البديل لهذه المباراة، وكان ضربة جزاء كان خلقها انذاك خالد القربي امام الحارس زياد الجبالي. كانت مباراة مشوقة وفرص من الجانبين. كرة لمحمد بن منصور ثم شاكر الزواغي. شاكر الزواغي متقدم في وسط الميدان مع خالد المولي الى سامح الدربالي. نفس المسعى ونفس الطريقه في التدرج للترجي الرياضي التونسي. هيثم الجويني الى كريم العواضي. كريم العواضي والمتابعه دقيقه من محمد شيكوتو لاعب القادم من نيجر. كانت اول مباراه ليه هذا اللاعب المحوري ضد الترجي، وكنا مع بعضنا نبيل، كنا مع بعضنا في مباراه ملعب عبد العزيز تيوي بالمرسى، وكان هدف كذلك رائع انذاك ليوسف المساكني اللي بمجهود فردي اخترق كامل محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. يوسف المساكني نتمنوا له حظ سعيد في مشواره الاحترافي في قطر، والفريق نتاعو الاخويا يسعى ليضموا في مباراة ودية استعراضية أمام فريق باريس سان جيرمان يوم 2 جانفي، وتزايد من ذلك مع تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. خالد المولهي مباشرة لأريسون أفول، وانخفض نسبيا معناها الرهان بالنسبة المعنوية من جانب الترجي الرياضي التونسي والاندفاع بعد إخفاقه في تسجيل ضربة جزاء، لكن مباراة طويلة و إمكانية التسجيل المتاحة للفريقين. الاندفاع اللي ريناه في الربع ساعة الأول أكيد واضح معناها بصفة لا شعورية كفريق ضيع ضربة جزاء، أكيد تكون حافز للتدارك، لكن نجم يمر بفترة يمر بفترة صعيبة، معناتها يحاول باش يعاود يخلق فرص أكثر باش تسجيل أهداف. وهذا على غير هذا من كريم العواضي. كريم العواضي نشوفه معناها بعملية ثنائية اللوطة كما يقولوا. كريم العواضي في وضعية جناح والتمهيد من يوسف البليلي. كريم العواضي بالرجلة اليسرى وكذلك ثم مهارة
في الوقوف والتمركز للحارس زياد جبالي اللي كان في الموقع المناسب واكيد يتمرس ويكتسب خبرة اللقاءات في الرابطة المحترفة الأولى. والتوزيع من أبو بكر تومبادو بتبع بن شريف منذ 2010 كذلك تمارس لعب برشا لقاءات في كأس الأبطال، مشاركات هامة خلاته يدرج ويتسلح بالخبرة. هيثم الجويني حب يخرج كذلك يوسف البليلي، وفي الأثناء إدريس المحيسي يمشي إلى الجهة اليمنى، وكما قال سامي ترابلسي متهجم يشارك ومعنى يصدع. كان ثلاثة حراس اللي أسبق من زياد جبيري على مستوى الخبرة، عبد القادر رضاو مباشرة لوليد الهيشري ثم سامح الدربالي من جانب المستقبل. إلى حد الآن فماش عملية هجومية تذكر سانحة مثل ثاني حصوله على ركنية منذ البداية مهدي الورتاني وثم وليد الهيشري. وليد الهيشري عكس الهجوم، هيثم الجويني، هيثم الجويني تقطع من محمد شيكوتو، عبد القادر ذو، عبد القادر ذو، والمتابعة من خالد المولهي، خالد المولهي اللي من خلال استعداداته ومشاركاته مع الترجي التونسي تمكن نبيل من اقتطاع معناها تذكر ان صح التعبير القائمه الموسعه للمدرب سامي ترابلسي وكذلك العوده منذ فتره للمنتخب الوطني التونسي. اعطى ثقه كبيره واعطى توازن كبير بالنسبه لخط الوسط للترجي الرياضي التونسي، ولا هو كانه معناتها المايسترو في غياب يوسف المساكني، كذلك اعطى كان معناتها هو المفتاح اللي نجم يخرج ويتركزوا عليه باش يخرجوا معناتها الكرات ويقع الربط بينه وبين معناتها السلسله الدفاعيه والسلسله الهجوميه. من جديد المخالفه للترجي الرياضي التونسي بتبع اختبار عديد الحلول التكتيكية، باعتبار أنه إلى حد الآن الترجي ما بعد يوسف المساكني وربما كذلك جوزيف يانيك جانج ثنائي ساهم في النتائج الإيجابية. نذكروا الموسم الفارط يوسف المساكني 17 هدف مع الترجي، جوزيف يانيك جانج 15 هدف، وصعب معناها تعويض زوز لاعبين في قيمة المهارات الفردية والبدنية والمؤهلات العريضة اللي يكتنزها كل من يوسف المساكني وكذلك جوزيف يعني كنجان. كريم العواضي، كريم العواضي، والكرة بعيدة، الكرة بعيدة على مرمى الحارس زياد جبالي. وأمامكم الكامروني اللي كذلك بفضل تألقه كان لاعب سابق في بجية، بفضل تألقه معنا في المسابقات الأفريقية مشاركته كذلك في كأس العالم للأندية، أيضا تم استدعاءه للمنتخب الكامروني اللي ما أسعفوش الحظ معنا في التأهل للنهائيات الأفريقية لكرة القدم. وقيمة المشاركات الأفريقية أكيد نبيل تعرف ذلك، خاصة كأس رابطة الأبطال. هذا معناتها ما يخلي اللاعبين يحفزهم اكثر ويعطي اكثر ثقه للاعبين باش يظهروا باش يبدعوا، كذلك ما حتى يقع الاستدعاء من طرف معناتها منتخباتهم. دريس المحيرسي، كرة ما توصلش الى يوسف البليلي ثم الورتاني ابو بكر تومبادو، عبد القادر ذو، عبد القادر ذو باسياء خاصه اليوم مستقبل رياضي بالمرسى اللي يلعب خارج ميدانه فريق القنويه بالازياء الصفراء والزرقاء. ومن جديد ما لقاش الحلول نبيل المساوي وفطن الى حد الان محور دفاع الترجي في ايقاع نبيل المساوي في وضعيه تسلل والواضح تسلل منعزل، معناتها تشوف لما تشوف قلب هجوم منعزل ما ينجمش باش يتركز على الملاعبيه ولا باش ياخذ هو المبادره، ما ينجمش نظرا للترجي الرياضي التونسي اللي قاعد يستعمل في اربع مدافعين، زوز لاعبي ارتكاز وزوز لاعبي اطراف والعواضي وقدامهم الجويني، العواضي ديما يترمى كقلب هجوم ثاني. بالنسبه لمستقبل رياضي المرسى، مستقبل رياضي المرسى قاعد يلعب اربعه معناتها مدافعين خمسه وسط ميدان، كانه معناتها يحب يملا اكثر وسط الميدان مع ترك نبيل المساوي معناتها لاستغلال المساحات اللي يلقاها. صحيح، وهوني محاولة التدرج بالنسبة لسليم المحشبي المتابع من أبو بكر تومبادو، والكرة مباشرة للتماس المتابعة من وليد الهيشري. كما ذكرنا في المنتخب الافريقي معناها مو سهل مدافع باش يكون في منتخب افريقي في عديد المحترفين من اعلى مستوى، ومحمد التواتي حب يخرج من جديد محور الهجوم في المستقبل الرياضي بالمرسى هذه المره فادي الحميسي، لكن الكره طويله مباشره لمعز بن شريفيه، قلنا فيها سونزو لاعب فريق مازيمبي، يايا توري، ديدي دروغبا، معناها الاسماء الكبيره، كذلك ربما ومشاركة الترجي الأخيرة ثلاث مرات في الدورة النهائي للمسابقة الأفريقية خلات الأنظار تتجه للمهارات الفردية لاعبي الترجي، وكذلك معنا انتظام مشاركاتهم. الكرة لسليم المحجبي ثم زياد الجبالي في حراسة المرمى،
الترويث كان صعب من وليد ريشي هذه المره. نبيل المساوي ثم طلب الكره من فادي الحميسي وترجع لنبيل المساوي ينتظر في ابتعاد عبد القادر ضو على وضعيه التسلل. على ذاك تردد نبيل المساوي باش يمرر الكره الى الجهه اليسرى لهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى. في الاثناء يسعى لعكس الهجوم الترجي يوسف البليلي واسترجاع الكره ممتاز هذه المره من جانب مهدي الورتيني متوسط الميدان الهجومي ثم الصعود لهشام الجبالي مباشره لابو بكر تومبادو. تغيير وجهه اللعب الى نبيل المساوي. نبيل المساوي امام سامح الدربالي. التوزيع في المحور خذا وقته للتوزيع مهاجم المستقبل المسجل لحد الان نذكر 3 أهداف وكان سجل الموسم الفارط 6 أهداف. اذا كان في عقله والتوزيع متاعه بدون عنوان ان صح التعبير وبعيد على فادي الحميسي وكذلك محمد التويتي. نعرفوا نحن اللاعب نبيل المساوي هو معناتها اللي ينتظر التوزيعات هذيا ماهوش هو باش يقوم بالتوزيعات لكن شاءت انه هو باش يكون باش يقوم بالتوزيعه هذيا لكن ما ثم حد ترماه في ظهره باش ينجم يستغل الفرصه هذيك. محمد شيكوتو الى سليم المحجبي يبعد على ادريس المحيرسي بقى فتره خارج الميادين ويتدرب مع فريق الامال ورجع للتشكيله الاساسيه. يوسف البليلي اليوم اساسي بالمقارنه مع لقاء الاجوار وفي الاثناء ثم مخالفه ليوسف البليلي احسن لاعب امال حسب اختيارات الصحفيين الجزائريين وبطبع تاكيد ثراء الرصيد البشري للمنتخب الجزائري الاول لا عبد المؤمن جابو لا يوسف البليلي في المجموعه اللي اختارها المدرب فهيد هاليلوزيتش. سامح الدربالي امام عبد القادر ضو يدخل مناطق الجزاء يحافظ على الكره. ادريس المحيرسي الرجوع القوي للاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى والتسلل. التسلل واضح ضد متوسط ميدان الترجي كريم العواضي مع اقترابنا من نصف ساعه لعب وينظر كريم العواضي واضح نشوفوا الوضعيه الاخيره بالنسبه لكريم العواضي ثم الرجوع كذلك للاعب محمد شيكوتو والاشاره من الحكم المساعد الاول انور هميله والانذار كان انذار اول لمحمد شيكوتو في عمليه ضربه الجزاء. هذه المره انذار الترجي الرياضي التونسي موجه ضد كريم العواضي اللي روض الكره وصوب لكن كان في وضعيه تسلل واضح القانون الدولي معناها في وضعيه تسلل زيد لمس الكره. محمد التويتي المستقبل الرياضي بالمرسى انخفض اللعب بعد 10 دقائق كانت تنبئ بمستوى ممتاز وانخفض ايضا مستوى الترجي على وضعيه المردود الهجومي بعد بالطبع ضربه الجزاء اللي اهدرها خالد المولهي كان في وقت مناسب ضربه جزاء مصدرها. ديما نقولوا نحن سي عبد الرحمن ديما نقولوا لونتام دو ماتش عنده قيمه كبيره عند اللاعبين انك تسجل في الربع ساعه الاول وترتاح اكثر وتنجم تلعب حتى معناتها الفريق المنافس ينجم يخرج ينجم يحكي باش يعادل باش لكن توا باهدار ضربه الجزاء باش تصعب شويه على لاعبي الترجي الرياضي التونسي. ابو بكر تومبادو عبد القادر ضو من جديد ابو بكر تومبادو الى نبيل المساوي وسليم المحجبي من الجهه اليسرى لهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى والتغطيه والرجوع الناجح لمحمد بن منصور مباشره لوليد الهيشري كان اول هجوم مركز من الجهه اليسرى. الكره لعبد القادر ضو يسترجع الكره مستقبل الرياضي بالمرسى امام شاكر الزويغي يفقد توازنه والمخالفه. أول مخالفة جانبية للمستقبل الرياضي بالمرسى والسعودي عبد القادر ضو اللي كان سجل الهدف الوحيد. شوفوا عبد القادر ضو كان سجل الهدف الوحيد من فريق الأولمبي البيجي في آخر مباراة كان هدف مقابل 0. اللاعب السابق للنجم الرياضي الخلادي كان قدم مستوى ممتاز مع النجم الرياضي الخلادي والمعلومات الأخيرة تشير لتكريم الهيئة المديرة للترجي في فترة ما بين الشوطين ليوسف المساكني اللاعب اللي باش ينتقل برقم قياسي في التنقلات إلى فريق الأخوية القطري وبالطبع إن شاء الله تكون تجربة ناجحة. المحاولة من نبيل المساوي والحارس معز بن شريفية
كانت مقاوسة بداخل الرجل اليمنى. كرة مباشرة لأريسون أفول ثم يوسف البليلي، يوسف البليلي أمام محمد الشيكوتو. كريم العواضي، كريم العواضي والمخالفة في وسط الميدان. إلى حد الآن غياب الفرصة السانحة للمستقبل مقابل إهدار الترجي لضربة جزاء. قلنا يوسف المساكني، إن شاء الله بالطبع قطر تكون مرحلة في محطة احترافية كما رينا عديد الأفارقة اللي مروا عبر الخليج العربي ثم انتموا لأندية عريقة في أوروبا، مثال ذلك اللاعب كيتا، اللاعب الدولي الإيفواري السابق عبد القادر كيتا، مر عبر البطولة التونسية عبر البطولة القطرية ثم انتقل بعد تألقه إلى فريق ليون، كذلك فريق ليل وقلعة سرايا في تركيا. عبد الرحمن، هنا تنجم تقول العقليه نتاع اللاعب، نعرفوا العقليه اللاعب التونسي معناتها ماهيش عقليه احترافيه 100%. نعرفوا ان اللاعب التونسي لما ينتقل خارج الواحد كانه يكون معناتها حد غادي باش يحاول، ما يحاولش يقدم القدام اكثر. نشوفوا انه اللاعبين الافارقه يلعبوا في اكبر معناتها جمعيات في العالم، نشوفوا اللي معناتها اللاعبين الافارقه قادرين على معناتها اللعب في الـ في الـ في المباريات الكبيره. لكن ان شاء الله نتمنى انه يوسف المساكني يحط هذا معناتها في عقله، ان خاصه انه لاعب معناتها ذكي ولاعب نجم يكون برمي معناتها الملاعبيه اللي موجودين في اوروبا. صحيح، ومن ابرز اللاعبين الناشئين الصاعدين في القاره الافريقيه، واكيد صغار سن تخليه نجم يقوم بمشوار ناجح احترافي والمرور والتمرس معناها في الاحتراف في الدوري النجوم القطري ثم التحول والانتقال الى اوروبا اللي هي مدرسه نتاع احتراف، وحتى اللاعبين في امريكا الجنوبيه يحلموا الكل باش يلعبوا في اوروبا، كما نيمار مثلا في فريق سانتوس حلمه الكبير باش يلعب في فريق برشلونه، ومعناها يقولوا في البرازيل كذلك الارجنتين ما ينجموا يفوزوا بكاس العالم كان بلاعبين يلعبوا في اوروبا. في الاثناء يوسف البليلي للترجي الرياضي التونسي، ثم هيثم الجويني، هيثم الجويني والمحاوله نتاعو التصويبه بعيدة، وكان سجل هدف ممتاز في الجولة قبل الأخيرة أمام شبيبة القيروان بتصويبة كذلك من خارج مناطق الجزاء. الاحتراف في أوروبا معناه محطة هامة جدا لبروز لتطوير أداء أي لاعب، هذا معناها لا مفر منه، وهذا هو معناها المنطقي، هذا هو التفكير. وكذلك عبد الرحمن يرجع بالمنفعة الفريق القومي، معناتها لما تشوف نعملوا منتخب ممتاز إلا معناها بركيزة تحترف في أندية أوروبية دون معناها التنقيص من قيمة البطولة التونسية، لكن شوفوا معناها ما تنجم تواجه المنتخبات الكبيرة على المستوى الأفريقي كان بركيزة بمجموعة تحترف في أوروبا. معناها الاستثناء كان المنتخب الزامبيرا، الاستثناء كان المنتخب الزامبي الموسم الفارط مع إيرفي رونار الفرنسي واللاعب كاتونغو. معناها المنتخب الزامبي كان بغالبيه من المحليين فاز بكاس امم افريقيا، لكن في الاثناء نشوفوا المنتخبات الاخرى، المنتخب المغربي الجزائري الايفواري، نعرف ثم برشا يقولوا حتى بالمحترفين معناها ما نجموش يقطعوا اشواط كبيره، لكن الاحتراف يضيف برشا في اوروبا للمنتخبات الافريقيه. التوزيع الاخيره والركنيه للترجي الرياضي التونسي والمحاولات الفرديه حاليا مع اقتراب من 10 دقائق الاخيره ليوسف البليلي والبحث على ادريس المحيرسي وهيثم جويني في محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، وانخفض برشا نسق اللعب بعد مؤشرات ايجابيه في العشر دقائق الاولى للشوط الاول، واثمت محاوله الترجي ضربه جزاء اهدرها خالد الملهي. أريسون أفول، نشوف وين يمشي كذلك إدريس المحيرسي في محاولة بناء هجوم جديد للترجي التونسي، يخسر الكرة الأخيرة للمستقبل الرياضي بالمرسى، وننتظر الأهداف حاليا في اللقاء المتقدم، اللقاء رقم 97 بين الترجي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، المستقبل اللي ما فازش على الترجي منذ 2007، وبالطبع ثم موسم كان في الرابطه المحترفه الثانيه 2009 2010 والنتائج الاخيره الاسبقيه للترجي الرياضي التونسي. كريم العواضي، أريسون أفول، هكا تقول لغه الارقام. الكره مباشره لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى من مخالفه للاعب محمد شيكوتو، المدافع المحوري محمد شيكوتو
ارتكبت عليه مخالفة في المحور، واضح الدفع بالنسبة لإدريس المحيسي والمخالفة للمستقبل هذه بالمرسى، وفي الأثناء متاع بنبيل الميساوي انصح التعبير في محور دفاع ترجي متواصلة ورفع الراية من الحكم المساعد الثاني أنور سكمة في وضعية تسلل جديدة لنبيل الميساوي. وليد الهشري، محمد شيكوتو، مهدي الورتاني أمام كريم العواضي، هيثم الجويني، كريم العواضي، خالد المولي، هيثم الجويني، كريم العواضي. كرة في وسط ميدان الترجي، خالد المولي يسترجع الكرة، المستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق فادي الحميسي والمخالفة لنبيل الميساوي، المخالفة لنبيل الميساوي. محمد شيكوتو، محمد شيكوتو، التوزيع مباشرة لسامح الدربالي إلى معز بن شريفية. إلى حد الآن 6 لقاءات كأساسي معز بن شريفية، وكان غادر ميدانه في المباراة الأخيرة أثر إصابة في الدربي، وتعويضه بوسيم نوارة وأساسي في المقابل زياد جبالي في كل اللقاءات. إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي أمام محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، والترويض تفاجأ بالكرة الأخيرة كريم العواضي مباشرة لزياد الجبالي. شوفوا من جديد المحاولة من إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي محاولة في المباغة التوزيع والكرة الأخيرة من كريم العواضي. إذا إلى حد الآن شو حكمك نبيل تاسكو؟ تقريبا على 37 دقيقة في الفترة الأولى بين الترجي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، والتعادل إلى حد الآن يميز هذه المباراة في الملعب الأولمبي بيراتس. أنا نتصور كي قلت فاجأ معناتها اللاعب العواضي بالكرة، أن احنا نعرفوا اللي اللاعب ديما يكون معناتها حاضر ذهنيا في كل اللقاء في رد هذا اللقاء، باش أنه كرة بتجيك باش تكون معناتها منسجم مع أطوار معناتها اللعبة. نتصور أنه بالنسبة للعواضي كانك كلام قلت فاجأته، معناتها صعيب برشا على لاعب محترف، لذلك معناتها بالنسبة للترجي هذه التونسي خذا أكثر وسط الميدان، لعب الأكثر على الأطراف. محمد تويتي باش يعالج خارج الميدان. لعب أكثر على الأطراف، معناتها سنحط له 3 ولا 4 معناتها فرص، لكن مهارة الحارس جبالي بالنسبة للمستقبل الرياضي المرسي اكتفى دفاعيا مع معناتها اللاعب الميساوي اللي قاعد معزول في الخطوط الأمامية. صحيح، وبالنسبة لكرة كريم العواضي معناها الأصلح أنه بلمسة واحدة. بلمسة واحدة. صحيح، حتى هو حب معناها كان يبي حب يروض ومن بعد. صحيح، معناها قام بعملية حسابية في ذهنه، لكن هي الأصلح أنه بريمير انتونسيون معناها الضربة الأولى معناتها بلمسة واحدة يسجل بها. هذا التحليل الصحيح بالنسبة للكرة الأخيرة، وفي وضعية قلب هجوم ثاني كما قلت أنت في بداية النقل بالنسبة لكريم العواضي اللي حاول الترويض ووضع الكرة بعيدة على زياد الجبالي، لكن الترويض نتاعو ساهم في وصول الكرة مباشرة لحارس المستقبل الرياضي بالمرسى. وننتظر في الأهداف في هذه المباراة، في هذه المجموعة الأولى اللي فيها كذلك لقاء هام بين الترجي الجنسيسي والأولمبي البيجي. أيضا نشوف المحاولات من المستقبل الرياضي بالمرسى، نبيل الميساوي، نبيل الميساوي، الكرة الأخيرة وثم ركنية، ركنية كنشوفوا نبيل الميساوي يصوب من مسافات بعيدة، تأكيدا الحلول منعدمة إلى حد الآن في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. وإلى حد الآن ما ريناش المساندة الضرورية بالنسبة لفادي الحميسي من الجهة اليمنى لهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى، وعبد القادر ضو في الرواق الأيسر لهجوم الكنوية لليوم، ماهوش بالأزياء التقليدية، الأزياء اللي هي خارج الميدان، الأزياء الزرقاء والصفراء. إذا ركنية لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، ننتظر في التنفيذ، ننتظر في تنفيذ الركنية. تباطا مجال المستقبل في التنفيذ أكيد يخوف الوقت للتوزيع، والكرة خطيرة مباشرة لمعز بن شريفية. إذا كرات خطيرة بداخل الرجل، أي تغيير لمسار الكرة تنجم تغالط مرمى بتبعضية الكرة الخارجية اللولبية والكرة الثابتة. عادة من الأسلحة في كرة القدم العصرية إعادة من جديد للركنية من نبيل الميساوي، واصطدام الكرة الأخيرة بلاعب بابا كوامي، والحوار الأخير بين مهدي الورتيني وهجوم الترجي الرياضي التونسي، ومخالفة لهشام الجبالي الظهير الأيمن لعب 17 مباراة الموسم الفارط مع الجراغ بوشير. سامح الدربالي
حقيقة انخفض المستوى إلى حد الآن. وفي ال 30 دقيقة الأخيرة للشوط الأول غياب العمليات الهجومية المركزة والنسق انخفض بصفة كبيرة بعد 10 دقائق أولى فيها مؤشرات إيجابية. شوفوا التدخل الأخير من وليد الهيشري أمام سليمة المحجبي. سليمة المحجبي وليد الهيشري المسجل لحد الآن لهدف نذكره في لقاء متأخر أمام ترجي الجرزيسي. تلبى الكرة من جانب الحكم عادل الصغير بعد الاندفاع البدني الأخير من مدافع المحور للترجي الرياضي التونسي هيثم جويني. محاولة فردية ما تنجحش للتمرير الكرة لكريم العواضي اللي تقريبا أصبح هو قلب الهجوم في العمليات الهجومية للترجي، خاصة مع رجوع هيثم جويني لوسط الميدان وتواجد دريس المحيرسي من الجهة اليمنى. شفنا ذلك منذ قليل بعد تخريج الكرة من دريس المحيرسي. هذه المرة الهفوة واضحة من نبيل، شوفوا نبيل الميساوي، ترويض كان خاطئ واضح والمخالفة للترجي. ونبيل الميساوي مسجل لهدف هنا في تذليل الفريق بعد ما كان منهزم مستقبل أمام الأفريقي، هدفين مقابل صفر. هزيمة ثانية خارج الميدان بعد هزيمة أولى أمام النادي الرياضي البنزرتي. إدريس المحيرسي التوزيعة في المحور والمحاولة من يوسف البليلي، كان بإمكانه تصويب مباشرة لاعب السابق لوهران. الترويضة معناها الإضافية الزايدة دائما يجنح لمحاولة المراوغات. يوسف البليلي كان بإمكانه التصويب لكن حاول المباغتة، وحوارات متجددة ديما فيها الظهيرة الأيمن للمستقبل الرياضي بالمرسى. شوفوا كريم العواضي وهشام الجبالي كذلك ركيزة في الدفاع. خالد الملهي والتدخل الأخير من مدافع المستقبل الرياضي بالمرسى. إلى حد الآن معناها ثم شوفوا الثغرات على مستوى الأروقة لكن ما صغلهاش فريق الترجي اللي يلعب خاصة على جهة البليلي وأريسون أفول ودريس المحيرسي وسامح الدربالي من الجهة اليمنى. هنا من المفروض أن المدرب جرير بشير يطلب من المدافعين نتاعو باش يسكروا أكثر، خاطر هنا ثم بعض التسربات على الأروقة، وثم كذلك معناتها ليزابيل دوبال نتاع اللاعب جويني طلب الكرة كانت أكثر في العمق. هنا معناتها دفاعيين يحاول باش يسكر اكثر، كاني بالمستقبل الرياضي بالمرسى معناتها حابين الشوط الاول متعادل واصرار كبير من الترجي الرياضي التونسي باش يسجل قبل دخوله لحجرات الملابس. المخالفه من جديد ويوسف البليلي مع عادل الصغير والحوار الاخير مع بابا كوامي. توزيع مباشره الى نبيل الميساوي. وليد الهشري محمد بن منصور الدقائق الاخيره لنهايه الشوط الاول ودائما التعادل صفر مقابل صفر. واهدار خالد الملهي لضربه جزاء مع انطلاق المباراه، وبتبع اللقاءات الاخيره كانت دائما فيها اهداف بين الفريقين. نذكروا بطبع هدف مقابل صفر في مارس، هدفين مقابل هدف للترجي في المرسى في شهر سبتمبر الماضي، كذلك فوز الترجي في المرسى 3-1 في جويليا 2011، والترجي الرياضي التونسي ايضا في ديسمبر 2010 موسم 2010-2011 كان فاز هدفين مقابل هدف، وكان وقتها بدايه جيرار بوشير مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. تأكيد للاستمرارية على مستوى الإطار الفني للمستقبل. شوف وليد الهيشري أمام نبيل الميساوي، ثم محمد بن منصور، شاكر الزواغي، خالد المولي. خالد المولي مباشرة إلى أريسون أفول. أريسون أفول إمكانياته البدنية والفنية تخول اللعب كذلك على الرواق الأيسر. شيكوتو أمام يوسف البليلي. نشوفوا محور دفاع المستقبل يمشي مباشرة للاعب الخطير يوسف البليلي، ما يحبش يعطيه الفرصة للدخول لمناطق الجزاء. واقتربنا من نهاية الوقت القانوني للفترة الأولى. نبيل تاسكو دائما التعادل إلى حد الآن صفر مقابل صفر، على عكس مثلا مباراة الترجي والشبيبة القيروان وكذلك المباراة الأخيرة اللي شفنا فيها أهداف في لقاء الأجوار. إلى حد الآن الترجي لم ينجح في التسجيل، والنتيجة الحالية صفر مقابل صفر. الجولة قبل الأخيرة شفنا 6 أهداف كاملة في لقاء مفتوح بين الترجي
وشبيبة القيروان وأهداف منذ الفترة الأولى. إدريس المحيرسي أبو بكر تومبادو حقيقة لاعب ممتاز يعرف يتمركز في وسط الميدان. سليم المحجبي تطويل الكرة على محمد التويتي لكن بعيدة. إذن الوقت البديل ننتظره حاليا للفترة الأولى وتعادل دائما 0-0. إذن دقيقتين وقت بديل بالنسبة لهذه الفترة الأولى وإلى حد الآن مستوى لا يتماشى وقيمة الفريقين معناه ما ارتقاش المستوى الفني إلى مستوى يتماشى مع قيمة الرهان، خاصة أن الترجي يلعب من أجل لقب شرفي وبالنسبة للمستقبل يلعب ويتراهن من أجل البقاء في الكوكب المراهنة على التأهل لمرحلة التتويج. بالنسبة للترجي الرياضي ظاهر ثم ضغط معناتها على اللاعبين الترجي أنه معناتها عندهم أوبجيكتيف واحد أنه يسجلوا، ما وقع دار ضربة الجزاء قاعدين يحاولوا في التسريبات نتاعهم على اليمين وعلى اليسار، لكن مستقبل المرز الرياضي بالمرسى يحاول باش يخرج بأخف الأضرار من الشوط الأول ويقول لك الشوط الثاني شوط المدربين ونتعداو ونشوفوا. محمد بن منصور ينتظر في الحلول، هيثم الجويني ثم يوسف البليلي، كريم العواضي كرة مباشرة من عبد القادر ذو إلى سليم المحشبي والتماس للظهير الأيسر المستقبل الرياضي بالمرسى. واضح أمامكم قائد المستقبل الرياضي بالمرسى سليم المحشبي يلعب من الجهة اليسرى، كان كذلك علي الهمامي في الدفاع لكن مش في بتبع اهتمامات وحسابات المدرب جيرار بوشير لاعب سابق للأولمبي البيجي، وغياب يسر تويتي كذلك تحول بسام البولعابي إلى النادي الرياضي الصفاقسي خلى المحور اليوم متكون لأسباب صحية بالنسبة ليسري التويتي بابا كوامي وكذلك محمد شيكوتو خالد المولي يوسف البليلي سامح الدربالي التوزيع ثم طول قامة الحارس زيادة الجبالي أمام الصعود على مستوى القائمة الثاني لكريم العواضي. إن شاء الله لاباس للحارس الشاب للمستقبل الرياضي بالمرسى. من جديد الإعادة وصعود كريم العواضي. إذن قلنا ومنطقيا بالنسبة لفترة ما بين الشوطين ونهاية الشوط الأول بالتعادل، إذن 0-0 بين الترجي الأمامي واللمسة الأخيرة وبالطبع البحث على التهديف واضح من جانب الترجي ونفس الوضعية للمستقبل الرياضي بالمرسى. إذن تذكير بتشكيلة الفريقين، تشكيلة المدرب جيغاغ بوشير، زيادة الجبالي، هشام الجبالي، سليم المحجبي، بابا كوامي، محمد شيكوتو، أبو بكر تومبادو، مهدي الورتاني، فادي الحميسي، محمد التويتي، عبد القادر ذو ونبيل المساوي. الترجي معز بن شريفية، أريسون أفول، محمد بن منصور، وليد الهيشري، سامح دربالي، شاكر الزواغي، خالد المولهي، جوزيف يانيك نجانغ، إدريس المحيرسي، يوسف البليلي وكذلك هيثم الجويني. بالنسبة للحكم الرئيسي عادل صغير، الحكم المساعد الأول أنور هميلة والحكم المساعد الثاني أنور سكمة. والبداية بمحاولة للترجي الرياضي التونسي في هذه الثواني الأولى للفترة الثانية وتغيير تكتيكي نبيل تاسكو من جانب الترجي. اللعب بحلول هجومية إضافية إلى حد الآن مع وجود جوزيف يانيك نجانغ وكذلك هيثم الجويني، تقريبا ثنائي محوري أمام دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. أنا واحد من الناس كنت نفضل أنه اللاعب يانغ يكون من بداية الشوط الأول، لكن الرأي اللي طرفني ترجع عنده رأي خير مني، لذلك مع تعطى أكثر أولوية للهجوم ويحب معناتها يسجل في أقرب وقت ممكن نفس الوضعية اللي رجعنا لها في الشوط الأول. جوزيف يانيك نجانغ إلى هيثم الجويني للترجي الرياضي التونسي، الكرة ما توصلش إلى سامح الدربالي وعبد القادر ذو من الجهة اليسرى
في التغطية أمامكم أمام الظهير سليم المحجبي ذي المنحة التكتيكي للمستقبل الرياضي بالمرسى في غلق المساحات والأروقة مع وجود ظهيرين عندهم نزعة هجومية من جانب الترجي أريسون أفور من الجهة اليسرى وكذلك سامح الدربيلي من الجهة اليمنى هيثم جويني. هيثم الجويني أمام أبو بكر تومبادو. أبو بكر تومبادو اللي صلب في الحوارات الثنائية والضغط على حامل الكرة من جانب الترجي. عبد القادر ذو في مناطق المستقبل الرياضي بالمرسى. مهدي الورتاني إلى محمد شيكوتو ننتظر. واضح التهديف بالنسبة للشوط الثاني والغاية من جانب الترجي مع رباعي هجومي وإقحام اللاعب اللي سجل 15 هدف في بطولة الموسم الماضي جوزيف يانيك نجان. كان متسلل منذ قليل كما الشوط الأول نبيل المساوي. أبو بكر تومبادو عمل في التغطية في وسط الميدان إلى هشام الجبالي والمخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى بتبع رباعي عندهم حلول هجومية للترجي. إدريس المحيرسي يوسف البليلي هيثم الجويني وجوزيف يانيك نجانج بتبع ضمان أوفر الحظوظ للتسجيل من جانب الترجي ونفس المنهج التكتيكي للمدرب جيغار بوشير على غرار الفترة الأولى. نبيل المساوي للمستقبل الرياضي بالمرسى. نبيل المساوي يبعد عن منطقة الجزاء التصويبة. عبد القادر ذو والتغطية حاسمة من محمد بن منصور بعد التوزيع الأرضية الأخيرة ثم التصويبة من فادي الحميسي والتغطية يبعد الكرة سامح الدربيلي. انتظرنا فرصة مترجي وجد فرصة للمستقبل الرياضي بالمرسى وهيثم الجويني. أكيد ثم إعادة بالنسبة للمحاولة الهجومية الأخيرة للمستقبل الرياضي بالمرسى ومهدي الورتاني على أرضية الميدان مصاب. شوفوا الحوار الأخير بين مهدي الورتاني ويوسف البليلي متوسط الميدان الهجومي للمستقبل الرياضي بالمرسى. شفنا نبيل تاسكو منذ قليل توغل لنبيل المساوي خلق الاختر في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي وكانت تغطية من محمد بن منصور. من حين لاخر معناتها يقوم المستقبل الرياضي المرسى باستغلال معناتها المساحات وباستغلال اكثر اللاعبين مع نبيل المساوي يعطي اكثر فرص بالنسبه للمستقبل الرياضي المرسى. الترجي الرياضي التونسي اعطى اكثر مساحه للهجوم، خلى زوز لاعبي ارتكاز ولاعب معناتها اربع لاعبي هجوم صريحين. باش يرجع الى الميدان مهدي الورتاني معوض بلال بن مسعود في وسط الميدان كذلك فاخر المنصوري من الحلول الهجوميه على مستوى الاروقه للمدرب جيغار بوشير. كره مباشره لخالد الملهي. تبقى الكره في وسط الميدان التوزيعه ثم فادي الحميسي اللي يرجع في التغطية على الرواق لهشام الجبالي. أريسون أفول واضح من اللعبة التكتيكية الحوار التكتيكية بين نبيل معلول وكذلك جيغار بوشير تتجلى واضحة في تحركات في تمركز اللاعبين في هذه الفترة الثانية. يسرع الترجي إدريس المحيسي جوزيف يانيك نجانك ومن جديد أبو بكر تومبادو بكتلة في الدفاع في وسط الميدان. محمد التويتي المستقبل الرياضي بالمرسى يتدرج محمد التويتي ينتظر المساندة والمخالفة. إشارة من عادل صغير أمامكم إدريس المحيرسي مع محمد التويتي والمخالفة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. يرجع للتغطية مهاجم الترجي الرياضي التونسي إدريس المحيرسي ويراهض في الأعصاب يراهض في الأجواء الحكم بتبع قيمة الرهان. البحث على الانتصار من جانب الترجي ونفس الوضعية المرسى للبقاء في الكوكبة اللي تتراهن على مرحلة التتويج خاصة مع وجود تشويق كامل في هذه المجموعة. نذكر الترجي 15 نقطة الافريقي 12. التوزيعة الأخيرة ثم محمد بن منصور يبعد الكرة الأخيرة ما تقل الجزاء. قلنا النادي البنزرتي 11 شبيبة القيروان 11 والمستقبل 10 خاصة مع وجود مباراة غدوة هامة أيضا بين البنزرتي والشبيبة القيروان وتحول صاحب المركز الثاني الأفريقي لملاقاة أولمبيك الكاف. إذا كل شيء وارد في هذه اللقاءات والحوارات
قبل عودة البطولة في فيفري المقبل يصاب أريسون أفول، يمشي له هشام الجبالي الظهير الأيمن للمستقبل الرياضي بالمرسى. والإنذار، إنذار ضد هشام الجبالي. أمامكم هشام الجبالي اللي معروف أنه كذلك مندفع يغلق جيدا الرواق. الإعادة من جديد، كرة اللي لمست يد وليد الهشري وطلب لعب من الحكم عادل الصغير. كانت كرة في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. خالد الملهي ثم محمد بن منصور، محمد بن منصور حاول تفاديها. صحيح برشا حكم على ضربات الجزاء بهذه الشاكلة، ثم طريقة اللي هي الطريقة البريطانية، و يكون حاسم اجتهاد الحكم في مثل هذه الوضعيات. كرة من جديد للترجي الرياضي التونسي، يفقد توازنه لاعب يوسف البليلي، كان بامكانه البحث في الرواق على جوزيف يانيك نجانك. نبيل المساوي وسوء تفاهم مع فادي الحميسي، نحسوا انه اللعب اكثر مغلق حاليا بالمقارنه مع الشوط الاول. كتله معناها بالنسبه لتدرج لاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى، محاوله تفادي وصول كرات ثمينه خاصه لهيثم الجويني وجوزيف يانيك نجانك. نشوفوا التوسيعه الاخيره لتجاوز وسط الميدان من جانب الترجي التونسي، محاوله في عكس الهجوم من ابو بكر تومبادو الى فادي الحميسي. فادي الحميسي ثم محمد بن منصور اسبق من ابو بكر تومبادو. مهدي الورتاني الى هشام الجبالي، هشام الجبالي الى زياد الجبالي. حوارات تكتيكيه. وليد الهشري، دريس المحيرسي، جوزيف يانيك نجانك، هيثم الجويني سبق كورتو. التغطية من هشام الجبالي اللي في المساندة للمحور، والمتابعة من وليد الهشري أمام محمد التويتي. أريسون أفول ضغط عالي من متوسط ميدان المستقبل الرياضي بالمرسى. تخريج كرة صحيح حاليا من جانب الترجي الرياضي التونسي، والمخالفة من فادي الحميسي. وكاني بمعناتها مستقبل رياضي المرسى خذا اكثر وسط الميدان. هنا نرى بعض المجازفه من المدرب نبيل معلول في ترك زوز لاعبي ارتكاز مع لاعب اربع مهاجمين. نتصور انه باش تسهل اكثر للوسط معناتها المستقبل رياضي بالمرسى منه الترجي الرياضي التونسي. يوسف البليلي، ابو بكر تومبادو، عبد القادر ذو، كره مجازفه والمخالفه لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. مجازفه معناها في الكره العصريه ما عادش نلاقوا كره ترجع للخلف. شوفوا سليم المحجبي والتدخل من دريس المحيرسي، معناها عاده ما الكره تكون القدام. امامكم قائد المستقبل الرياضي بالمرسى سليم المحجبي يتحصل على مخالفه. إذا هذه التركيبة الدفاعية للمستقبل. كرة طويلة إلى نبيل المساوي، التركيز على التوزيعات العالية مع محور يتقن رجع الكرة مع اللاعب محمد بن منصور. ونعرفوا اللي قامت معناتها اللاعب نبيل المساوي ماهيش كبيرة، لذا حاول أنه أكثر يلعب اللوطة في الساقين، خاطر الكرات الهوائية الكل ما استعملش المستقبل هذه المرسى برشا كرات هوائية، لكن نشوفوا الكرات الهوائية الكل ثم التفوق للهيش. التوزيعات العرضية وهذيا معناها بالنسبة لتجارب اللاعبين وتركيز اللاعبين والثقافة التكتيكية للاعبين، وبالطبع إن شاء الله يتحسن الأداء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يعاد من جديد الحوار الأخير بين محمد التويتي أيضا وليد الهيشري ودريس المحيرسي. هذه الحوارات في كرة القدم والالتحامات، والكرة من جوزيف يانيك نجانج، والحوار مع بابا كوامي وخروج الحارس زياد الجبالي لاعب الكاميروني. جوزيف يانيك نجانج لاعب السابق لشبيبة بجاية، ثاني أحسن هداف البطولة الموسم المنقضي، عنده عقد مبدئي مع فريق سيون. بالطبع فريق سيون معروف أنه عنده عديد المشاكل، معناها سابقا تم حتى حرمانه من المشاركة نبيل تاسكو في الكؤوس الأوروبية. انتدب كذلك أسامة الدراجي أيضا جاتوزو. فريق معناها مش الفريق اللي يعتبر
معناه ينجم يفجر فيه طاقته أي لاعب ينتقل لأوروبا. المحاولة من محمد التويتي، محمد التويتي على مستوى القائم الأول، محمد بن منصور في التغطية، ودريس المحيرسي، دريس المحيرسي قريب من سامح الدربلي الأثاش دقيقة الأولى الفترة الثانية. ننتظر في الأهداف في مباراة تكتيكية بالأساس تجلت خاصة مع انطلاق الفترة الثانية من هذا اللقاء بين الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى. جوزيف يانيك نجانج، جوزيف يانيك نجانج والمخالفة واضحة من جانب الظهير الأيمن هشام الجبالي، أكيد يزم يرد باله في رصيده انذار. والمحاولة الأخيرة بالنسبة لجوزيف يانيك نجانج وال مخالفة، إذا مخالفة للترجي الرياضي التونسي والصعود بالنسبة للمدافع المحوري كالعادة وليد الهشري يوسف البليلي. الكرة في المحور لكن خارج الميدان ويستأنف اللعب لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. إلى حد الآن ننتظر في الأهداف في هذا اللقاء. الحاجه الوحيده اللي قاعده تناقص المباراه هذه هي ان تسجيل الاهداف يعطي اكثر معناتها حركيه بالنسبه لكلا الفريقين. ان شاء الله نشوفوا من هنا القدام نشوفوا الاهداف ونشوفوا معناتها مستوى معناتها يطلع اكثر مستوى المقابله فنيا. ونذكروا بالنسبه للارقام في لقاءات الفريقين في تونس 32 انتصار من جانب الترجي الرياضي التونسي، 10 تعادلات و6 انتصارات للمستقبل الرياضي بالمرسى. الى حد الان فريق متكامل والترجي حلول الهجومية أكثر من جانب المدرب نبيل معلول مع هذا الرباعي اللي أقحم مباشرة بتعزيز صفوفه بجوزيف يانيك نجانج مكان كريم العواضي، إدريس المحيس، يوسف البليلي. يوسف البليلي والمخالفة لصالح الجزائري، يوسف البليلي اللي أصبح أكثر في وسط الميدان حاليا مع وجود الأروقة من جانب جوزيف يانيك نجانج، المحور لهيثم الجويني وكذلك الجهة اليمنى لإدريس المحيرسي، وأيضا في تمويل وسط الميدان نفس الخطة لخالد المولهي. كرة من محمد بن منصور، جوزيف يانيك نجانج، بابا كوامي، بابا كوامي، محمد شيكوتو ومعوض يسري التويتي، ثم فادي الحميسي. فادي الحميسي والتسلل من جديد لنبيل المساوي، التسلل من جديد للهدف معناها في لقاء داخل المباراة بين هيثم جوين 3 أهداف ونبيل المساوي 3 أهداف. شاكر الزواغي، من جديد شاكر الزواغي إلى سامح الدربالي. سامح الدربالي كرة ما توصلش على مستوى القائم الأول، ثم طول قامة اللاعب محمد شيكوتو ودريس المحيرسي. ودريس المحيرسي للترجي على مستوى القائم الأول والتغطية ممتازة، التغطية ممتازة هذه المرة من بابا كوامي. بابا كوامي على مستوى القائم الأول يتفادى توزيعة الدقيقة والبحث على رأس جوزيف يانيك نجانج من جانب دريس المحيرسي. الربع ساعة الأول الشوط الثاني، كرة في المحور تبعد على كل لاعبي الترجي الرياضي التونسي. خالد المولهي، أريسون أفول، وكالعادة نشوفوا التدرج كتلة من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى. التوزيع من سامح الدربالي والكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى والخروج بدون أخطاء من هشام الجبالي مباشرة لنبيل المساوي. ثم سامح الدربالي في التغطية على وليد الهوشي اللي صعد للهجوم مع المحاولات الهجومية الأخيرة للترجي الرياضي التونسي. بطبعا ذكروا كل ما التحق بنا بالنتائج الأخيرة للفريقين، المستقبل اللي كان فاز في أول لقاء على فريق أولمبيك الكاف ثم انهزم أمام النادي الرياضي البنزرتي في المباراة الثانية 2-1 تعادل مع شبيبة القيروان. شوفوا يوسف البليلي، يوسف البليلي، يوسف البليلي، أريسون أفول، أريسون أفول بداخل الرجل اليمنى، ولو أنه سجل هدف تاريخي بفضله توج الترجي بكأس الأبطال في نوفمبر 2011. والكرة الأخيرة مش هكا بشغالة الحارس زياد جبيل. ثم صعوبة في التعامل بالكرة بالنسبة لأفول، نعرفوا الأفول معناتها لاعب يميني، لاعب ما ينجمش يتعامل مع الجهة اليسرى، لكن هو لاعب جوكير في الترجي الرياضي التونسي وقاعد يستعمل فيه المدرب نبيل معلول في كل ما يحتاج له. وقت يلقى بعض الفراغات يحاول باش يحطه في المواقع اللي تصعب عليه، لكن حسب رأيي يتماشى معها. صحيح عبد القادر ذو الاستماع
متى من سامح الدربالي ويتحصل مخالفه. المخالفه للترجي الرياضي التونسي خالد المولهي مباشره لاريسون افول ثم هيثم الجويني. هيثم الجويني معه مهدي الورتاني. مهدي الورتاني تلبى اللعب من الحكم عادل الصغير هذه المره يرجع للمخالفه. شوفوا كذلك عبد القادر ذولي جازف امام سامح الدربالي في الرواق دائما يطلب الكره نبيل الميساوي لكن الى حد الان التوزيعات الطويله تسهل مهمه محور دفاع الترجي الرياضي التونسي وخاصه وليد الهيشري اللي حسب كذلك تصريحات المدرب سامي طرابلسي من اللاعبين اللي يحتاجهم في محور الدفاع خاصه مع ايمن عبد النور يوسف البليلي محمد شيكوتو ثم بابا كوامي. بابا كوامي والكرة مباشرة في وسط الميدان والتغطية الأخيرة ممتازة. التغطية الأخيرة ممتازة من وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. لاعب تومبادو قاعد يقوم بعمل كبير في وسط الميدان المستقبل الرياضي بالمرسق على مستوى افتكاك الكرة قاعد يقوم بعمل كبير بالنسبة للمستقبل. صحيح. ومن جديد الحوارات التكتيكية وراء في اللاعب فاخر المنصوري المنتظر بالشيخ ومكانه في التشكيلة الأساسية رقم 7 فاخر المنصوري ربما حلول إضافية على مستوى الأروقة للمدرب جيغاغ بوشيغ ويسعى في المقابلة ترجي للتسجيل مقابل البحث على عبد القادر ضو من الجهه اليسرى وكذلك نبيل المساوي في محور دفاع الترجي التونسي. هذه المعطيات التكتيكيه لفريق بوشير. الكره مباشره لهيثم الجويني. هيثم الجويني هشام الجبالي بابا كوامي دائما الاولويه حاليا لمحور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يضيع الكره مباشره في تطويل الكرات في المحور الدفاع المنافس. شاكر الزويغي. شاكر الزويغي امام مهدي الورتاني عبد القادر ذو ثم محمد التويتي نبيل المساوي. تبقى الكره لمحمد التويتي والمخالفه ضد محمد التويتي. بالنسبه للمستقبل قاعد في صحيح يخسر في الكره ما ماخوش قاعد ثم تحكيت من وذي تغيير نبيل ثم تغيير حاليا في تشكيله فريق القناويه. اذا التغيير عبد القادر ذو يغادر الميدان والمعوض هو فاخر المنصوري. اذا هذا هو التغيير صاحب هدف وحيد الى حد الان كان ضد الاولمبي البيجي يوم السبت الماضي. يغادر الميدان وفاخر المنصوري كذلك عنده خصال متاع لاعب على الاروقه لاعب السابق لفريق امل حمام سوسه. نرى كائس كذلك في التركيبه اللي وصلت للمركز الخامس في نهايه مشوار رابطه المحترفه الاولى 2011-2012. دريس المحيرسي. دريس المحيرسي للترجي الرياضي التونسي ويوسف البليلي. يوسف البليلي والحارس زياد الجبالي. زياد الجبالي يتفادى هدف محقق ليوسف البليلي كان في وضعيه ثانيه حنشوفوا توغل من دريس المحيرسي ثم الكره بداخل الرجل اليمنى من جانب يوسف البليلي اللي فوت الفرصة للتسجيل وكان في موقع مناسب وبدون مراقبة من محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. يوسف البلاوي نعرفه معناتها انه مهاجم معناتها مهاري ومهاجم يعرف استغلال الفرص لكن زاد نقول حنكة المدرب اعطت الكثير للمستقبل. وذي هفوة والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا التدخل الاخير من سليم المحجبي. سليم المحجبي التدخل الاخير على سامح الدربالي والانذار. الانذار لقائد المستقبل الرياضي بالمرسى. الانذار لقائد المستقبل الرياضي بالمرسى معناها حاليا بعمليه حسابيه نبيل تاسكو الظهير الايسر عنده انذار وكذلك الظهير الايمن في المستقبل الرياضي بالمرسى عنده انذار وانت تعرف انه مدافعك عنده انذار تنقص شويه حريه التدخلات وربما معناها ذهني نبدا خايف من الانذار الثاني وتاكدنا من ذلك خاصه وانه مثلا تجربه للترجي مع انذارات لسامح الدربالي واريسون افول تقريبا كانت عندها انعكاسات على مستوى اياب كاس رابطه الابطال معناها ديما يخير المدافع باش ياخذ انذار في تقريبا في اواخر المباراه خاصه انه الالتحامات متواجده والتركيز على الاروقه من جانب الفريقين والمخالفه لصالح الترجي التونسي تقريبا في الدقيقه 22 لهذه الفترة الثانية. محمد بن منصور. محمد بن منصور الرجل اليسرى مباشرة حاول تطبيق
التسلل دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، تطويل الكرة من جديد على نبيل المساوي لم يجدي نفعا إلى حد الآن من جانب الحارس زياد الجبالي. المدرب بشير أقحم لاعب بدنيا حاضر اللي هو فاخر المنصوري لتعويض عبد القادر الذول اللي قام بدور دفاعي أكثر منه هجومي بالنسبة للمباراة. بالطبيعة تعليمات المدرب بشير كانت باش يوقف اللاعب سامح الدربالي معناتها في الصعود، لأنه سامح الدربالي وأفول كانوا أكثر معناتها عطاو أكثر استغلوا أكثر المساحات ويستعملوا في التوزيعات، لذلك عطاها أكثر. أنا نتصور أنه من هنا معناتها شوفوا دريس المحيرسي المحاولة ذي طبيعي منه ما انت قاعد يحب يستغل المساحات، ولذلك معناتها دخل مهاجم ثاني بالنسبه للمستقبل هذه الممارسه. صحيح، والنتيجه الحاليه التعادل دائما 0-0. كي نشوفوا لقاءات الاخيره الخمسه لقاءات الاخيره بين الفريقين في تونس ما فيش تعادلات، 0-0 فيها فوز الترجي هدف مقابل صفر في اخر مباراه في مارس الماضي، هدفين مقابل هدف 2010-2011، هدفين مقابل هدف 2008-2009، 2007-2008 2 مقابل 2 وثم اهداف 2006-2007 3 مقابل 1 للترجي التونسي. معناها دائما عشنا الاهداف في قائد الترجي والمستقبل الكره والمجازفه لمحمد شيكوتو وسوء تفاهم مع الزيادة الجبالي ابن عمر جبالي المدافع الدولي السابق لفترة الأرجنتين للكرة التونسية، وأول انتصار كان ذاك للكرة الأفريقية والعربية. مكنت الكرة الأفريقية من ربح مقعد إضافي في كأس العالم بفضل أول انتصار لتونس آنذاك، وكان من الركائز عمر جبالي بتبع في فترة عبد المجيد الشتالي وابنه هو الحارس زياد الجبالي. كرة مباشرة لسامح الدربالي شاكر الزواغي، سامح الدربالي اللي دائما في الحلول الإضافية من الجهة اليمنى مع دريس المحيرسي وليد الهيشري خالد المولي محمد بن منصور. دريس المحيرسي اللي يمشي هذه المرة للجهة اليسرى أريسون أفول يتبع فيه محمد التويتي. الكرة مباشرة لنبيل المساوي، نبيل المساوي يحافظ على الكرة المستقبلية هذه بالمرسى فاخر المنصوري، التصويبة بعيدة، التصويبة وأول محاولة للمهاجم السابق لفريق أمل حمام سوسة. إذا بالنسبة للمباريات الخمسة الأخيرة بين فريقين 4 انتصارات من جانب الترجي وتعادل 10 أهداف من جانب الترجي وخمسة المستقبل الرياضي بالمرسى. هيثم الجويني في الرواق إلى دريس المحيرسي، في الرواق دريس المحيرسي بابا كوامي والركنية للترجي الرياضي التونسي. أكثر إصرار لاعبي الترجي على معناتها على التهديف من المستقبل الرياضي بالمرسى، معناتها بعض العمليات المستقبل الرياضي بالمرسى كانت محتجمة، لذلك معناتها حنكة المدرب صحيح. وشفنا نبيل بتبع اللمسة الأخيرة رغم احتجاج لاعبي المستقبل كانت لبابا كوامي بتبع أكثر تحليل بعد الكرة الثابتة الأخيرة على مستوى القائمة الأول. من جديد الركنية للترجي الرياضي التونسي، نشوفوا الاندفاع من جانب اللاعب محمد شيكوتو، شوفوا محمد شيكوتو والاندفاع البدني وكرة أخرى ثابتة للترجي الرياضي التونسي هذه المرة من تنفيذ يوسف البليلي. يوسف البليلي على مستوى القائمة الأول والحارس زياد الجبالي، ثم مجازفة لزياد الجبالي لوقت نصها لاعب من الترجي على مستوى القائم الأول كاد يكون الهدف التوزيع لنبيل المساوي، التوزيع لنبيل المساوي المتسلل. إذا متسلل نبيل المساوي في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي وينذر هذه المرة. إذا الإنذار لنبيل المساوي، نبيل المساوي ينذر بعد وضعية تسلل معلن عليه منذ قليل ومش فرحان نبيل المساوي. لا، وهنا حنكة المدربين لما نبيل معلول يلعب باربع مهاجمين صريحين معناتها يجبر المدرب بشير باش يخلي مدافع. هاك تشوف معناتها في الرسم التكتيكي بالنسبه للمستقبل هذه المرسى انه خمسه مدافعين ولات، ومعناتها باش يلزم الدفاع باش يقعد في المناطق نتاعو. صحيح، نبيل المساوي يغادر الميدان، نبيل المساوي وجميل الخمير تقريبا خطه بخطه واضحه المنهج التكتيكي للمدرب جيراغ بوشير. إذا نفس الخطة
وجميل الخمير اللي حاول يربح المساحات، وبالطبع نبيل المساوي ما لقاش وضعية سنحة للتسجيل الهدف الوحيد إلى حد الآن للمستقبل بثلاثة أهداف في الرابطة المحترفة الأولى. أبو بكر تومبادو وفاخر المنصوري، أبو بكر تومبادو يتبع فيه هيثم الجويني، والكرة لمهدي الورتاني، مهدي الورتاني للمستقبل الرياضي بالمرسى. هشام الجبالي، هشام الجبالي التوزيع وتسلل جديد هذه المرة لجمايل الخمير. إذا جمايل الخمير متسلل، سبق له كذلك الانتماء للأولمبي البيجي وكذلك الملعب التونسي. ثم كذلك لاعب أكرم معتوق لاعب السابق للاتحاد الرياضي المناسيري وملعب التونسي مصاب، مش في التركيبة. ورصيد البشري للمستقبل الرياضي بالمرسى محمد بن منصور. اقتربنا من نصف ساعة لعب، وخالد العياري من الممكن باش يتم إقحامه فيما تبقى من وقت هذه المباراة. محمد شيكوتو والكرة ما توصلش إلى يوسف البليلي، والتغطية من هشام الجبالي اللي يمشي واللي ثالث مدافع محوري مع استحواذ ترجي على الكرة، وواضح المسعى في عكس الهجمات. نفس الخطة اللي ريناها في مارس الماضي في مباراة الفريقين في بطولة معناها الموسم الماضي، كانت أتيحت فرصة على القائم للمستقبل وترجي بعد ذلك تمكن من التسجيل بعد ضربة جزاء تحصل عليها آنذاك خالد القربي. محمد التويتي أمام أريسون أفول، أريسون أفول اللي في رصيده هدف إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى، كان أمام فريق شبيبة القيروان وكان ساهم في هدف سجله مدافع الترجي الجزيسي ضد مرمى في لقاء متأخر لحساب الجولة الثانية. إلى حد الآن استنتاجاتك التكتيكية 0-0 والربع ساعة الأخير. ملاحظة عبد الرحمن وأنه دخول جمايل الخميل باش يعطي أكثر، معناتها نتصور أنه المدرب بيشير يعرف أنه اللاعب جمايل الخميل يعرف يستغل مليح الكرات الهوائية حتو باش ينجم يستغل الأطراف نتاعو بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. صحيح، وبطبع حوارات التكتيكية المتواصلة إلى حد الآن صامد المستقبل والترجي من خلال وجود رباعي على مستوى الحلول الهجومية صعود المحور في الكرات الثابتة يسعى لمغات الحارس زيادة الجبالي. نفس سيناريو مباراة البطولة في تونس بالنسبة للموسم المنقضي. أريسون أفول اللي من خلال معناها توغلت نتاعو بحثوا على الثغرات اكيد يتعرض للتدخلات، وشفنا منذ قليل خالد العياري ربما يتم اقحامه في التشكيله بعد قليل. محمد بن منصور، محمد بن منصور، جوزيف يانيك نجانغ، محمد التويتي، محمد التويتي للمستقبل الرياضي بالمرسى، محمد التويتي، محمد التويتي يبعد على الشكر الزواغي. ثم جميل الخمير، جميل الخمير، جميل خمير، مهدي الورتاني، هشام الجبالي، البحث على جميل الخمير مباشرة لمعز بن شريفية. معز بن شريفية، أريسون أفول اللاعب المتكون في مركز تكوين الشباني فريق فيرنورد روتردام الهولندي، معروفين اللاعبين الغنيين دائما في معناها في صغار سنهم يحترفوا في أوروبا. نذكروا سابقا ني لامبتي معروف في سن 17 سنة كان لاعب في فريق أندرلخت ودائما معناها يغادروا غانا على ذكاء يتمرسوا مع الكرة المحترفة اللاعبين الغنيين منذ صغار سنهم، على عكس اللاعبين التوانسة اللي ربما متمكنوش من التأقلم مع أجواء ومتطلبات الكرة الأوروبية، يكونوا مدلين أكثر بلغة التوانسة معناها اللاعبين التونسيين، وبالطبع يكتشفوا كرة محترفة، يكتشفوا انضباط، يكتشفوا صرامة كبيرة في أوروبا اللي مغايرة بالطبع لمتطلبات الكرة، يكونوا مع عائلاتهم، يكونوا في وضع خاص في تونس. حاليا عكس الهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى، وفي الأثناء المخالفة للترجي الرياضي التونسي. خالد الملهي بالتوازي لقاية هام الدور حاليا بين النجم الساحلي والملعب الجيبسي وكذلك الترجي الجزيسي والأولمبي البيجي. سامح الدربيري على مستوى القائم الأول، محمد شيكوتوم، جوزيف يانيك نجانغ، والتصويبة وفرصة جديدة ضيع إمكانية تسجيل الهدف الأول يوسف البليلي. يوسف البليلي بعد ارتباك في محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، نشوفوا شيكوتو مع جوزيف يانيك نجانغ يبعدها أمام المحيرسي مباشرة ليوسف البليلي. يوسف البليلي
لم يتمكن من احداث الفارق للترجي الرياضي التونسي في مرمى كان مفتوح امامه، صح التعبير نبيل؟ هنا معناتها نعرفوا اللاعب، اللاعب البلالي لاعب معناتها فنيا ممتاز، لكن لسوء الحظ نتاعو كانت التصويره نتاعو خارج المرمى. صحيح، وبالنسبه للاحصائيات تقول انه في 3 لقاءات خارج الميدان المستقبل زوز هزائم وانتصار، الترجي لحد الان على ميدان وفاز في كل لقاءاته 5 انتصارات وهزيمه، وننتظر في مآل هذا اللقاء رقم 97 بين الفريقين. فاخر المنصوري التصويبه، حط الكره على الرجل اليسرى حول المباغته، والتغيير حاليا كما ذكرنا خالد العياري ياخذ مكانه في تشكيله الترجي الرياضي التونسي تقريبا في ال 12 13 دقيقه الاخيره للوقت القانوني. اللي غادر هو ادريس المحيرسي، وخالد العياري يمشي الى الجهه اليمنى مباشره لمعاضده جوزيف يانيك نشانك وليد الهشري، ثم خالد المولي. خالد المولي في وسط الميدان المتابع من فاخر المنصوري. شاكر الزواغي، شاكر الزواغي، تبقى الكره للترجي لكن تباطأ مباشره لجميل خمير. جميل خمير يرجع هيثم الجويني، والمخالفه لمهاجم الترجي الرياضي التونسي. تباطأ المهاجم السابق الاولمبي البيجي والملعب التونسي جميل خمير، ترك امكانيه استرجاع الكره من هيثم الجويني. اريسون افول، اريسون افول، كره صعبه على محمد بن منصور، مشالوا مباشره مهدي الورتاني. حقيقه حوارات دقيقه نبيل في وسط الميدان، لاعب مع لاعب، كل الحسابات بين جيغاغ بوشير ونبيل معلول. قلنا كلاعب معلول كان متوسط ميدان، بوشير كلاعب في فرنسا كان قلب هجوم. حوارات تكتيكية كبيرة في خاصة في الشوط الثاني، رينا رمال العياري معناتها كقلب هجوم ثاني باش يخلي المساحة الأكثر للدربالي، لأنه لما حط المحيرسي كأنه سكر في الصعود نتاع الدربالي ولقى صعوبة كبيرة في التعامل مع الكرة، لذلك حط العياري كمهاجم ثاني وخلى المساحة للدربالي باش يطلع أكثر ويوزع أكثر. صحيح، والبطولة بعد غدوة، معناها بعد ما توفى لقاءات غدوة باش تركن إلى راحة مطولة، وتربص المنتخب التونسي اللي باش يتوج بثلاث لقاءات ودية أمام المنتخب العراقي، كذلك المنتخب الجابوني، وأيضا المنتخب الغاني، منتخب البلاك ستارز، المنتخب الغاني، منتخب أريسون أفول. والمنتخب التونسي بالطبع أول مباراة باش تكون صعبة، لقاء أجوار أمام المنتخب الجزائري، ثم المنتخب الإيفواري اللي كان لعب نهائي المسابقة الماضية اللي يضم أحسن لاعب حاليا في أفريقيا ونشوفه شاكر الزواغي. محمد التويتي، المخالفة من محمد الشيكوتو مباشرة إلى أريسون أفول. أريسون أفول، وليد الهشري، حقيقة نبيل معناها لاعبين الدوليين كي سنوات كبيرة ما يلقاوش راحة، معناها يكثر عليهم الضغط، معناها عديد لاعبين دوليين في المنتخب التونسي خاصة اللي ينتميوا لأندية تلعب في الصيف المسابقات القارية، أكيد استرجاع الأنفاس صعب وأنت تعرف ذلك جيدا. لما تخلي لاعب معناتها ثلاثة وأربع مواسم ورا بعضها من غير معناتها ما يرتاح، نحن نعرفوا اللي الراحة إجبارية بالنسبة للاعب حتى يخرج مكان المنطقة. نشوفوا المحاولة من هيثم الجويني، هيثم الجويني والحارس زيادة الجبالي، يحبذ هذه الوضعيات هيثم الجويني بعد عملية ثنائية، لكن الحارس زيادة الجبالي في المكان المناسب بالتدخل الاخير. نشوفوا عمليه ثنائيه لبليلي جويني وبداخل الرجل اليسرى، والحارس جبالي في المكان المناسب والشد العضلي بالنسبه للاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى واللاعب الدولي السابق عمر الجبالي. اكيد الضغط حاليا على الدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى في هذه الدقائق الاخيره، قلنا اكبر عدو للاعبين هو ما يلقاش منفذ باش يرتاح، معناها يظل لنا اكبر غلطه راوها للمسابقات الافريقيه في شهر جويليا، معناها هذه الغلطه. ديما النظام، نرجعوا للنظام، لانه اللاعب لما تعطيه توا في الاخر معناتها في اخر سنه 2012 تلقى لاعبين عندهم 10 ايام راحه معناتها باش يسترجع النفس ومن بعد يعاود يرجع من اول جديد، لكن هنا في تونس يلزمنا ديما قله البرمجه وقله معناتها نقول انا البلانيفيكاسيون اللي ديما تدخل لها حاجات ما نجموش نواكبوا المقابلات نتاعنا.
صحيح، وبتبع كذلك المسابقة الأفريقية في شهر جويلية وشهر أوت، ما تخليش البطولات تكون في نسق معناها منطقي كما البطولات الأوروبية. على ذاك اللاعب التونسي يلقى روحه منهك القوة يلعب مثلا كأس الأبطال مع الترجي ولا الأفريقي ولا النجم ولا صفاقس ولا بقية الأندية التونسية، ويلقى روحه في الكان في كأس أمم أفريقيا في شهر جانفي، والجمهور الرياضي طالب من اللاعبين. أكيد هذه الوضعية معناها الشائكة بالنسبة لكرة القدم الأفريقية اللي قد انتقادات الكاف من حيث تنظيم المسابقات الأفريقية للأندية، وعلى ذلك تم إبعاد أيضا الكوسة الأفريقية للأمم على سنوات كأس العالم. جميل الخمير، جميل الخمير المستقبل رياضي بالمرسى كجناح أيمن، ثم فيخ المنصوري والحارس معز بن شريفية يتأهب للرجوع من جديد. محمد التويتي اللي كان مصاب منذ قليل باش يرجع إلى الميدان الإجابة من المستقبل عبر التوغلات الجانبية من جميل الخمير إلى فاخر المنصوري، وفي المكان المناسب معز بن شريفية من جديد. هيثم جويني، هيثم جويني صاحب ثلاثة أهداف إلى حد الآن، تخريج الكرة لسامح الدربالي في المحور مباشرة للحارس زياد الجبالي. الترجي يسعى للتسجيل فيما تبقى من دقائق المباراة مقابل الإجابة عبر الهجمات المعاكسة لفريق القنوية، ومن جديد هجوم معاكس خطير وتلبى الكرة من جميل خمير على مستوى القائم الأول، ورجوع حاسم لشاكر الزواغي ودفاع الترجي الرياضي التونسي. وكان التوغل الأخير من جانب فاخر المنصوري، قلنا أخذ مكان عبد القادر ضو من الجهة اليسرى، وشكر الزواغي في التغطية وتلبى الكرة من جميل خمير. واضح المسعى للمستقبل الرياضي بالمرسى بالنسبة لما تبقى من دقائق هذه المباراة. نتابع الركنية للمستقبل الرياضي بالمرسى بأزياء خاصة اليوم خارج الميدان في المحور، والتغطية التغطية الأخيرة حاسمة أمام لاعب بابا كوامي بالنسبة لمعز بن شريفية ودفاع الترجي التونسي. إذا بابا كوامي كاد يسجل أمام محور دفاع الترجي في الكرة الثابتة الأخيرة وينقذ مرماه إن صح التعبير معز بن شريفية الحارس الشاب الدولي من هدف محقق للمستقبل. تفادى الهدف الأول على الخط النهائي، كانت وضعية سانحة للتسجيل المستقبل والتشويق متواصل فيما تبقى من دقائق هذه المباراة. نجانج المتابع من بابا كوامي، شوفوا الإعادة الصعود لبابا كوامي، التغطية من جانب معز بن شريفية، شوفوا الركنية من تنفيذ فاخر المنصوري، يصعد بابا كوامي أمام محمد بن منصور، التغطية الحاسمة من حارس الترجي اللي اكتسب خبرة كبيرة. ونقول المشاركات المتواصلة ليه في كأس الأبطال أعطته بعد آخر، هذا الحارس تمرس واقتلع مكان في الثلاثي المشارك مع المنتخب التونسي بالنسبة لحراسة المرمى في النهائيات الأفريقية إلى حد الآن بعد توجيه دعوة ليه في القائمة الموسعة للمدرب سامي الترابلسي. أبو بكر تومبادو يطول الكرة إلى جميل الخمير، وثم فاخر المنصوري والمحاولة ثمانية ممتازة لكن بعيدة الكرة الأخيرة بالنسبة لفاخر المنصوري. وشفتوا جميل الخمير والمنصوري المعوض لعبد القادر ذو، ذي الحلول شفناها منذ الموسم الفارط للمستقبل. فادي الحميسي، فاخر المنصوري، نبيل المساوي لي أتى في الشطر الثاني للبطولة. بطبعا ذكروا ديدي ليبري اللي كان في المرسى ثم ترجي وانتقل للنادي الرياضي الصفاقسي. وليد الهيشري، وليد الهيشري دقائق الأخيرة، أبو بكر تومبادو، سليم المحجبي، خالد الملهي، خالد الملهي، وليد الهيشري، البحث على المنافذ المؤدية لمرمى الحارس زياد الجبالي، سامح الدربالي، محمد شيكوتو، ثم سليم المحجبي، سليم المحجبي وستة أمتار للمستقبل الرياضي بالمرسى إلى حد الآن متفادي هدف للترجي الرياضي التونسي رغم التغييرات، رغم أيضا إقحام خاصة الهدف الثاني للبطولة الموسم الماضي جوزيف يانيك نجانك. برشا حلول هجومية لكن اليوم نتصور أنه معناتها تصدى بحارس مرمى كبير، حارس مرمى عنده مستقبل كبير كذلك الحارس الجبالي اللي أعطاه دفعة كبير للدفاع مستقبل رياضي بمرسى حتى يكون التمركز نتاعو صحيح، وكثرة عدد مدافعين مستقبل مرسى ما خلتش الترجي الرياضي التونسي يعطي حلول أكثر.
صحيح. وهوني جميل الخمير، جميل الخمير وليد الهشري، وليد الهشري من اكثر اللاعبين اللي لعبوا الموسم الفارط مع الترجي في البطوله وكذلك كاس رابطه الابطال الافريقيه، مدرب الترجي في حوار مع البنك اكيد خاطر هو يسبب نادي بيا على المدارج. اذا توصيات الاخيره والبحث على تدارك هزيمه لقاء الاجوال من جانب الترجي بالنسبه للمستقبل، تاكيد زوز انتصارات الاخيره هذه هي معطيات ما قبل المباراة بين الفريقين وكذلك التواجد في الكوكب المراهنة على مرحلة التتويج والتأهل لمرحلة التتويج. نذكروا زوز أندية من كل مجموعة باش يلعبوا في مسابقة مشوقة، معناها أربع أندية من أجل رفع اللقب في حوارات مباشرة تنبأ بلقاءات حاسمة ومشوقة كذلك بتبع طريقة ذي باش تنتهي البطولة على أقصى تقدير في نهاية شهر ماي أو بداية جوان 2013، خاصة مع التزامات المنتخب التونسي بعد كأس أمم أفريقيا تصفية كأس العالم. فخر المنصوري جميل خمير ومحمد بن منصور قبله، والكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. دقيقتين وثواني دون اعتبار الوقت البديل المحتسب من الحكم عادل الصغير اللي أدار في نفس المجموعة منذ أسبوعين مباراة الأفريقي والأولمبي البيجي في بيجا. محمد التويتي، جميل الخمير، تبقى الكرة للمستقبل الرياضي بالمرسى. محمد التويتي، جميل الخمير أمام محمد بن منصور وكذلك خالد المولهي، والأولوية لمدافع الترجي الرياضي التونسي. خالد المولهي، محمد بن منصور، جوزيف يانيك نجانك، والمخالفة المخالفة للترجي الرياضي التونسي تلبى الأسبقية من جانب لاعب الترجي. ووجدي بوعزي بعد قليل باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. هذا اللاعب ما عندوش برشا وقت لعب في صفوف فريق باب السويقة، وخروج يوسف البليلي في محاولات أخيرة من الإطار الفني للترجي للتسجيل وتفادي التعادل، لكن كذلك كل شيء ممكن من جانب مستقبل الرياضي بالمرسى. قلنا اليوم بالازياء الزرقاء والصفراء، ومعروف هذا الفريق بالازياء الصفراء والخضراء، فريق اختصاصي في الكاس على عكس الترجي اللي رفع اكثر بطولات، رقم قياسي في تونس اكثر من اللي رفع كؤوس، ومعروفه في العالم الكل فرق مختصه في الكؤوس، فرق مختصه ايضا في البطولات. في الاثناء المخالفه ضد ابو بكر تومبادو المالي، حسب الاخبار كان عنده عرض معناها جدي من فريق المريخ السوداني. الكره لمحمد التويتي، جميل الخمير، محمد بن منصور، والمخالفه لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى في الثواني الاخيره للوقت القانوني في انتظار الوقت البديل المحتسب في هذه المباراه. قلنا الى حد الان 96 لقاء بين الفريقين وعراقة الفريقين، 59 انتصار للترجي، 21 تعادل وكذلك 16 انتصار من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى الى حد الان. من اللقاءات القليله نبيل تاسكو ما يش فيها اهداف بين الفريقين سواء كان ذلك في المرسى او في تونس. اريسون افول التوزيع لهيثم الجويني، والمتابعه من بابا كوامي اللي كان عنده عمل كبير مع محمد شيكوتو امام المحيرسي هيثم الجويني، جوزيف يانيك نجانغ وكذلك كريم العواضي. ربما ترجي باش يندم على التفويت في ضربه جزاء واذاعه ضربه جزاء من جانب خالد المولي، ولو انها جات في بدايه اللقاء لكن لازم تكون حاسمه في النتيجه النهائيه لهذه المباراه بين الفريقين. ومن المنتظر رافي خمسه دقائق، من المنتظر باش يتم احتساب خمسه دقائق في هذا اللقاء والوقت البديل. وبتبع لاعبي الترجي يمشيوا الى الحكم عادل الصغير ونشوفوا بتبع زياد الجبالي في وضعيه خاصه. سليم المحجبي انا سليم المحجبي هو اللي يمشي يلقى الحل لزياد الجبالي. وخمسه دقائق وقت بديل بالنسبه لهذه المباراه والتشويق المتواصل الى حد الان. جيرار بوشير لا يهدى له بال على حافة الميدان. ترجي يسعى لتحقيق انتصار السادس في سبعة مباريات وصاحب أحسن خط هجوم حاليا
في لقاءات المجموعتين. جميل خمير صفر ضد ومخالفة إلى حد الآن. ذكروا أنه بالنسبة للمسابقات الأفريقية في مارس المقبل الترجي من المنتظر باش يلعب ضد ممثل كرة القدم الأنغولية بريميرو دي أغوستو، والكرة من وليد الهيشري والمخالفة ضد وليد الهيشري ولصالح أبو بكر تومبادو بعجلة. نذكروا كذلك باللاعبين اللي كانوا في المنتخب الأفريقي، تم اختيار يوم الخميس أيضا ألكسندر سونغ لاعب فريق برشلونة، يونس بالهندة لاعب فريق مونبولي لاعب المغربي، وأحمد فتحي لاعب المنتخب المصري. نشوفوا فادي الحميسي، فادي الحميسي كانه لوج على ضربة جزاء، متوسط الميدان الهجومي طلب ضربة جزاء، قالوا قوم الحكم عادل الصغير، والكرة مباشرة لمناطق المستقبل الرياضي بالمرسى وخالد المولهي ثم محمد التويتي، والتفادي تماس لكن التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا هوني الحوار الأخير والتدخل في آخر لحظة بالنسبة لسامح الدربالي، وبالطبع الحكم كان قريب، وأيضا ثم تدخل بالنسبة لسامح الدربالي والمتابع من عادل الصغير اللي أشار إلى اللعب وكان فقد توازنه لاعب فادي الهميسي. من المحبذ انا لو تمنيت انه كمل العمليه. شوفوا الهفوه من محمد بن منصور وجميل الخمير والحارس معاذ بن شريفيه، ممتاز معاذ بن شريفيه يتدخل امام جميل الخمير وفرصه كبيره بالنسبه للمستقبل بعد هديه صح التعبير من محمد بن منصور. عندنا عقليه انه اللاعبين بالطبع يلوجوا اكثر على السقوط، والكره الاخيره من وليد الهيشري والانذار من الحكم عادل الصغير. نشوفوا المحاولة بالنسبة لجميل الخمير واضحة، ابحث على الكرة معز بن شريفية أمام التدخل الأخير، وإن شاء الله بالطبع الأجواء تكون هادئة وكل شيء ممكن في كرة القدم وتقبل النتيجة. وليد الهيشري المنظر منذ قليل مش راضي على قرار الحكم. نشوفوا المحاولة الأخيرة من محمد بن منصور، جميل الخمير والتغطية كانت سليمة بالنسبة لمعاذ بن شريفية، ممتاز في التدخل الأخير وحاول المراوغة جميل الخمير. إذا أبو بكر تومبادو، شوفوا الكلام بالنسبة لخالد المولي وكذلك محمد التويتي واضح، معناها ضغط النتيجة مسيطر يعني على أعصاب اللاعبين. وأبو بكر تومبادو ونشوفوا بابا كوامي هوني، ومن جديد الكرة الأخيرة من وليد الهيشري، الكرة خارج الميدان، وكانت التدخل كذلك من أبو بكر تومبادو أيضا، وضعية سليمة بالنسبة للحوار الأخير بين جميل الخمير ومعز بن شريفية اللي فسخ هدف ثاني. أنا غلطة فاتحة من لاعب المنصور، كانت ما نتكلف الترجي الرياضي التونسي غالية، لكن حسن استعداد بن شريفية أنقذ الموقف، وكذلك معناتها ولات كأنها الكرة الطويلة معناتها في عمق الهجوم الترجي الرياضي التونسي مع اعتماد على الهجري كقلب هجوم، ولات معناتها خلى ثلاثة مدافعين بالنسبة للترجي الرياضي التونسي واستعمال الهجري ورقة من ورقات المدرب معلول. صحيح، وعزيز المكي حاليا بشيخ مكانه في التشكيلة الأساسية، وثم إصابة في الصعود الأخير بالنسبة لأبو بكر تومبادو مع وليد الهيشري المنظر منذ قليل، والصعود والمخالفة ضد الترجي الرياضي التونسي ولصالح أبو بكر تومبادو. شوفوا أبو بكر تومبادو ثم التدخل الأخير، الترويض من جميل الخمير أمام أريسون أفول وجميل الخمير، ثم فخر المنصوري، استرجاع الكرة من وجدي بوعزي، وثم محمد التويتي إلى سامح الدربالي، من المحاولات الأخيرة للترجي، جوزيف يانيك نجانغ، محمد شيكوتو، وليد الهيشري يصبح قلب هجوم حاليا، جوزيف يانيك نجانغ للترجي، المحاولات الأخيرة، خالد المولي في المحور، ما توصلش إلى هيثم الجويني، تغطية ممتازة من بابا كوامي والإصرار من وجدي بوعزي، ثم محمد شيكوتو، جميل الخمير، فخر المنصوري، محمد بن منصور، ونهاية المباراة. مشاهدينا الكرام بالتعادل 0-0 بين الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى في